الأهلي يهدر فوزا كان في المتناول بالتعادل مع الجونة المتواضع 1-1. كابتن علاء، نقطتين ثمينتين خسرناهم النهارده. وزي ما قلت يا ايمن، نقطتين ما لهمش اي لازمه تدوق منك في سباق الدوري، ومع احترام الكامل للجونه فريق ما عملش حاجه خالص النهارده. يعني حته ان هو تعادل دي الناس تحس ان هو كان ند ليك خالص، بالعكس انت النهارده باقل مجهود كنت ممكن تكسب فرقه الجونه بعد الهدف. كان لازم يحصل اللي متعود عليه لعيبه النادي الاهلي، لازم يحصل ضغطه جامده تاني والهدف التاني يجي خلاص، على كده يبقى المباراه اتقتلت تماما. لكن سيبنا المباراه زي ما تمشي في كره القدم، زي ما تمشي دي مش مضمونه صح. يعني كره ثابته زي دي ما يعني في لغه الكره كده ملاش اي لازمه. حصل التعادل مع فريق معلش جاز النهارده مش كويس، فريق النهارده مش موجود صحيح. يعني فريق الجونه النهارده فريق يعني اقصى حاجه بيعمله عايز ينقل من رجل لرجل، دي اقصى حاجه كان بيتمناها. لكن هو حتى بعد الهدف ما فيش رده فعل من فريق الجونه. مزبوط. واحنا كمان لازم كان يحصل الضغطه اللي هي خلص المباراه، لازم المباراه تخلص بعد 1-0، لازم ضغطه تحصل تخلص المباراه تقتلها تماما وبعدين ماشي الريتم زي ما انت عايز بقى خلاص. لكن بعد الهدف حصل حاجه غريبه شويه من لعيبه النادي الاهلي، سبت نص الملعب كله لفريق الجونه، استحواذ تام للجونه. حتى وانت بدافع ايمن زحمه لكن انت ما بتدافعش صح، المساحات برده موجوده. نفس الكلام اللي قلناه قبل كده كتير قوي في بعض مباريات النادي الاهلي، انك بتسيب نص الملعب بس انت سايب مساحات كمان. يعني حتى الهدف اللي جه فاول في منطقه خطر جدا، ما ينفعش تسيب مساحات لعيبه الجونه ان هم يبقوا بيتحركوا براحتهم كده. هم ما عندهمش، عارف يا ايمن اللي ضايقك ايه؟ ان فريق الجونه ما عندوش اي طموح يتعادل معاك. يعني هو حتى مستسلم تماما، يعني 1-0 هو نفس الكلام، حتى التغييرات ما عملتش اي حاجه، ما فيش جديد. يعني صح. هو مش عايز المباراه تطلع اكتر من 1-0. لكن صح. لما لقى رده فعل لعيبه النادي الاهلي الى حد كبير غريبه شويه، ان هو كان لازم زي ما بقول لك الهدف الثاني مش طمع انه يتعادل، هو ما طمعش يتعادل، هو ما سعاش للتعادل على فكره. مزبوط. يعني فريق الجونه النهارده اخذ نقطه هو ما بيسعاش ليها اساسا، بس جت صح. جت لسبب ما بقى يعني هنتكلم فيه. لكن هو بعد الهدف هو ما فكرش يتعادل. نفس الاداء ونفس الشغل بيلعبوا بيه ونفس الهدوء، ما فيش اي مشكله خالص. لكن انت الغلطه الكبيره عملتها، انت الغلطة الكبيرة لازم بعد الهدف الأول اللي جابه طاهر لازم تكمل ضغطتك، لازم يبقى فيه موجود أكتر، خصوصا حتى كمان لما نزل صلاح محسن مكان محمد شريف، لازم كان يحصل ضغطة هجومية كويسة قوي تجيب الهدف الثاني. وبعد الهدف الثاني أيمن سير المباراة زي ما أنت تحب. مزبوط. زي ما تحب. وبعدين مفيش حد النهاردة كلمنا على إجهاد ولا حاجة خالص، النهاردة مفيش حاجة اسمها إجهاد، إن معظم اللعيبة كانت بتلعب كانت بعيدة عايزة ماتشات. يعني إجهاد إيه؟ أكتر واحد بيجري النهاردة وكان نجم مباراة ديانج. ديانج النهارده اكتر واحد جري في الملعب، ولو حسبت كده اكتر واحد واخد دقائق موجوده في فريق النادي الاهلي. لكن لازم كان يبقى في رده فعل اقوى من كده. وبعدين للمره الثانيه ايمن انا بقولها لك، الهدف بيجي في وقت بالنسبه لك وحش صح. صعب التعويض. يعني زي مباراه سموحه بالظبط، هدف القاط اللي جه في سموحه مفيش، يا دوب سنترت ومفيش غير دقيقه. نفس الكلام حصل النهارده برضه، هدف 1-0، الهدف جه في وقت قاتل بالنسبه لك، ما تلحقش تلم نفسك وتتعادل او تكسب. فاللي هو ده رساله كده يا جماعه، 1-0 نتيجه مش مطمئنه في كره القدم خالص، مهما كان الخصم. كره القدم 1-0 ما ينفعش، لازم 1-0، لازم 2-0. وبعدين بحترم كل الفرق، لكن ما تسيبش 1-0 دي كره ثابته ايمن، جت فيك هدف. مظبوط. يعني مش كره ملعوبه او هجمه، لا لا خالص. يعني حتى الهجمه المرتده الجونه ما عملهاش الشوط الثاني. مظبوط. ما حصلتش فيك هجمه مرتده، قلنا خطر والشناوي تالق ولا حاجه خالص. كرة ثابتة للأسف، بقولها تاني، الكرة الثابتة تخش في نادي كبير زي النادي الأهلي بتبقى حاجة صحيح. مش كويسة. لكن يعني نقطتين ضاعوا منك بدون أي داعي خالص، لازم يبقى في نتعلم النهارده مباراة النهارده. مظبوط.